السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. في مونتي فيديو صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى تشارك في أشغال المؤتمر العالمي حول الأمراض غير المعدية وتحضر سموها مأدبة عشاء أقامها رئيس الأوروغواي. بمجلس الحكومة إشادة بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، والمجلس يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. بلغ وزارة الداخلية يفيد أن الخبرة العلمية المنجزة على المواد المشبوهة المحجوزة لدى الخلية المشتبه في كونها إرهابية بالفاس تؤكد أنها تدخل في صناعة المتفجرات. والاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الموسم الفلاحي ومقاييس الأمطار فاقت 50 ملم بشمال المملكة. أهلا بكم. نستهل النشرة من مونتي فيديو عاصمة الأوروغواي، حيث شاركت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية، شاركت في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية. نادية المدن، عبد الهادي سكيوي، والمهدي مورين. مقر مجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ميركوسور بمونتيفيديو ووصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية. وفي مقدمة مستقبل سموها رئيس الأوروغواي تاباري فاسكيز. سموها تحضر أشغال هذا المؤتمر العالمي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات ومجموعة من الخبراء الدوليين والمهتمين بالقطاع الصحي. التأموا جميعا من أجل شعار تعزيز تنسيق السياسات بين مختلف مجالات وضع السياسات المؤثرة لبلوغ الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير السارية بحلول عام 2030. ومشاركة سموها في هذا الحدث العالمي تجسيد على الانخراط الفعلي لسموها من أجل توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لكسب رهان التحديات الصحية الراهنة. تنويه بهذه الجهود على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، أول إفريقي يرأس منظمة الصحة العالمية. المغرب بلد جد نشيط في مجال محاربة السرطان بفضل المجهودات الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية. لهذا منحت المنظمة سمو الأميرة ميدالية ذهبية كاعتراف بعمل سموها وانخراطها في محاربة داء السرطان. نحن جد سعداء بحضور سمو الأميرة هذا المؤتمر حول الأمراض الغير المعدية، وهذا الحضور جد مهم بالنسبة لنا، فصاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى تساهم بالكثير في هذا المجال وتشهد لها بذلك العديد من الإنجازات. إنجازات كبيرة يمكن للعديد في هذا المؤتمر أن يستلهموا منها الكثير. كما تعلمون سمو الأميرة تواكب وتتتبع عن كثب المشاريع التي تهدف للحد من السرطان بالمغرب عبر إنشاء مؤسسات تشتغل في هذا المجال، فنحن فخورون بجهودها ليس فقط في المغرب بل على الصعيد العالمي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله حتى 20 أكتوبر الجاري في ظل وجود اتفاق بين زعماء العالم على أن العبء العالمي لأمراض غير السارية وما يمثله من تهديدات، ولا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة، يعتبر واحدا من أهم التحديات الصحية. وحسب الأرقام الصادرة عن عدد من منظمات الأمم المتحدة، فخلال سنة 2015 أدت الأمراض غير المعدية إلى وفاة 40 مليون شخص، أي 70% من مجموع الوفيات في أنحاء العالم. والمملكة المغربية انخرطت في جهود تحقيق التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير السارية. لدينا العديد من الشراكة مع المغرب. حضورنا السنة الماضية في المؤتمر العالمي الذي قام بتنظيمه المغرب مكننا من استكشاف آفاق أوسع للشراكة المغربية.
المغرب حقق العديد من التقدم على صعيد محاربة الأمراض الغير السارية. المغرب بلد رائد في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والجهوي. لذلك لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الشراكة مع المغرب. ولأهمية هذا الحدث صورة تذكارية لسموها مع المشاركين في أشغال هذا المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية. وفي ختام أشغال اليوم الأول من فعاليات هذا المؤتمر العالمي، غادرت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى لوقاية وعلاج السرطان، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية، غادرت مقر مجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ميركوسور بمونتيفيديو. من المتوقع أن يصادق المشاركون هنا بمونتيفيديو على وثيقة ختامية ستكون بمثابة تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود بين مختلف السياسات وعبر جميع القطاعات للحد من الوفيات المبكرة والناجمة عن الأمراض غير السارية، تحضيرا للاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع تنظيمه العام المقبل. من مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي للأولى، عبد الهادي سكيوي ونادي المدن. وبالمناسبة، حضرت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية، حضرت مأدبة عشاء أقامها رئيس الأوروغواي على شرف المشاركين في المؤتمر. حضر هذه المأدبة إضافة إلى الرئيس الأوروغواياني، رئيسة الشيلي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء الخارجية والصحة الأجانب وشخصيات أخرى. انعقد اليوم في الرباط مجلس للحكومة، وفي مستهله إشادة بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية ومدارسة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2018 خاصة في شقها الاجتماعي. عبد الهادي الجحفي، عبد الله مزاحم، وعبد الرحيم فيلول. في بداية هذا الاجتماع توقف رئيس الحكومة عند مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مؤكدا أن هذا الخطاب جاء بحمولات هامة استشرافية تصحيحية تتمحور حول خمس محاور أساسية. الأول يتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا ما يهم النموذج التنموي الجديد لبلادنا والذي دعا جلالته إلى إعادة النظر فيه وإطلاق نموذج تنموي جديد. العنصر الثالث فيهم الجهوية المتقدمة، أما العنصر الرابع فيهم الشباب باعتبارهم عماد الوطن حالا ومستقبلا، وأن الإشكالات المطروحة بالنسبة للشباب إشكالات كبيرة على مستوى التشغيل، على مستوى التكوين، على مستوى الاستقرار الاجتماعي، على مستوى الأمن وغيرها من الإشكاليات التي تقتضي من الحكومة اعتماد سياسة عمومية. أما المحور الخامس والأخير فيهم العدالة المجالية بين الفئات والمناطق والجهات. عقب ذلك تطرق رئيس الحكومة لمضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، مؤكدا أن هذا المشروع وضع في صلب أهدافه قضية التشغيل كأولوية أساسية وخصص إجراءات غير مسبوقة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل. 20,000 في إطار التعاقد، بالإضافة إلى حوالي أزيد من 19,000 على مستوى الوظيفة العمومية، يعني في المجموع عندنا 40,000. وهذا الأمر من ناحية المالية، ولكن أيضا من حيث الأثر، لأنه كيساهم في حل إشكاليتين. هناك الإشكالية المرتبطة بالتعليم، إذا المجهود الذي تم ستقع مواصلته، وهناك الإشكالية المرتبطة بالصحة. 4,000 من المناصب مخصصة لقطاع الصحة، يضاف لها 1,100 منصب على مستوى المراكز الاستشفائية.
بعد ذلك تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يتعلق بحكمة المؤسسات والمقاولة العمومية والمراقبة المالية للدولة المطبق على المقاولات والمؤسسات العمومية، وقد تم إرجاء المصادقة على هذا المشروع إلى مجلس حكومي مقبل بناء على الملاحظات التي قدمت من طرف بعض القطاعات الوزارية. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمنح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني. يقوم وفد عن الجمعيات البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا بزيارة لبلادنا، وفي برنامجه اليوم مباحثات ولقاءات جمعته مع عدد من المسؤولين المغاربة. في المتابعة محمد الوهبي وخديجة الجملي. قضايا الهجرة والأمن وتدبير الشأن الديني في مقدمة الملفات التي شملتها محادثات وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا مع رئيس مجلس النواب. أكدنا على أن الأوراش الإصلاحية ببلادنا التي تهم تدبير الشأن الديني على مستوى إمارة المؤمنين وكذلك إصلاح المدرسة العمومية ببلادنا وانفتاحها على المحيط وتلقين شبابنا قيم الانفتاح والتسامح. تحديد خصوصية التجربة المغربية في هذا المجال يستدعي وقفة ميدانية عند الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة، وهو تأكيد جاء في إطار اللقاء الذي جمع بين أعضاء الوفد ورئيس مجلس المستشارين. نظن أنه علينا تعزيز علاقتنا مع المغرب، فهو شريك قوي بالنسبة للمنظمة. نعلم أن هناك تحديات كبيرة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن خلف كل هذه التحديات هناك فرص كبرى للمضي قدما، ونحن هنا لتبادل التجارب والأفكار والعمل الميداني. والمغرب كما تعرفون عنده وضعية الشريك من أجل التعاون في هذه المنظمة، وعنده برامج عمل كثيرة مع هذه المنظمة. الهدف من هذه الزيارة التي يستضيفها مجلس المستشارين هو الاطلاع الميداني عن أوراش الإصلاحات التي يباشر فيها العمل المغربي بقيادة جلالة الملك، ولكن الهدف بصفة خاصة هو الاطلاع الميداني على المقاربة التي يعتمدها المغرب في مجال مكافحة التهديدات ذات الطابع الأمني والإرهابي. مباحثات مماثلة أجرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب مع وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تركزت حول تجربة المغرب النموذجية في استئصال ورمي الإرهاب وكل أشكال الجريمة اعتمادا على مرتكزات ضمنها الجانب الأمني والفكري. وكان أعضاء الوفد قد قاموا بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحموا على روحي جلالة المغفور لهما الملكين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما. وفي الختام تم التوقيع في الدفتر الذهبي للضريح. اليوم الثاني من زيارة وفد يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي من الكوت ديفوار لبلادنا تميزت باستقباله من طرف رئيس مجلس النواب، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. الوفد الإيفواري كان له اليوم أيضا لقاء بمجلس المستشارين هم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. رابع عشر أكتوبر الجاري، المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يفكك خلية يشتبه في كونها إرهابية. الخبرة العلمية المنجزة على المواد المشبوهة التي تم حجزها أكدت أن الأمر يتعلق بسوائل ومصاحيق كيماوية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة. بلغوا وزارة الداخلية.
الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بأحد البيوت الآمنة بمدينة فاس وبسيارة في ملك أحد العناصر الموقوفة على خلفية تفكيك الخلية المشتبه في كونها إرهابية موالية لداعش من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتاريخ 14 من أكتوبر الجاري. الخبرة أكدت أن الأمر يتعلق بسوائل ومساحيق كيماوية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة. نفس الخبرة أثبتت أن بعض هذه المواد الكيماوية تستعمل من أجل تسريع عملية الانفجار والرفع من شدته، وأن قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها كأوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة، مع إضافة كميات من المسامير والقطع الحديدية الصغيرة الحجم بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، فيما أن قارورات غاز البوتان التي تم حجزها يمكن استعمالها كعبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العملية الإرهابية. أما بخصوص باقي المعدات الأخرى فقد أظهرت هذه الخبرة أنها تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة. يذكر أن تفكيك هذه الخلية المشتبه في كونها إرهابية قد أسفر كذلك عن حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد وكمية من الذخيرة الحية وقنابل مسيلة للدموع وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة وأكياس تحتوي على مبيدات سامة وعصي كهربائية وتلسكوبية وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأسلحة بيضاء. أربع سنوات مرت على انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مقاربة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين وتيسر إدماجهم في المجتمع المغربي، حصيلتها قدمت اليوم في السخيرات. عبد المجيد حلاوي ويسيل معسي. يتذكر العالم باعتزاز خطاب المسيرة الخضراء الذي ألقاه جلالة الملك عام 2013. في هذا الخطاب دعا جلالة الملك الحكومة إلى إعداد خطة جديدة للهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية منذ 4 سنوات، والمغرب يواصل الإنجازات لفائدة المهاجرين. إنه شرف لي أن أحضر هنا، فقبل 4 سنوات هنأنا المغرب على استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء. لقد بدأ نهج جديد، جلالة الملك أراد أن يعامل المهاجرون بكيفية جيدة وأن يدمجوا وأن تقدم لهم الخدمات العمومية. بكل صدق أشكر جلالة الملك على هذه المبادرة، إنه هو الوحيد ليس فقط في إفريقيا بل في العالم الذي اتخذ مبادرة إرادية لحل مشاكل الهجرة. المغرب تبنى مشاكل المهاجرين رغم الصعوبات التي يواجهها. حضور الأمم المتحدة هذا الاحتفال بمرور 4 سنوات على انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء هو اعتراف بالدور الريادي للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في معالجة القضايا ذات الامتدادات الدولية. حضور المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير سوينغ وإشارة إيجابية على التقدير الكبير وتثمين المنظمة الدولية للهجرة ومجموعة منظمات الأمم المتحدة لريادة المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مجال الهجرة، وخاصة أن هذه الريادة ازدادت تألقا بعد العودة المضفرة للمغرب إلى أسرته المؤسسية الاتحاد الإفريقي، واختيار جلالة الملك أن يهتم في إطار الاتحاد الإفريقي بقضايا الهجرة. المغرب في هذا الميدان انطلق من هذه السياسة الجديدة ممكن أن يقدم على المستوى الإفريقي على مستوى كذلك العالم عدة دروس، ومنها ضرورة بلورة سياسات في دول الجنوب، لأن موجات الهجرة الآن أكثر من 50% منها جنوب.
الاحتفال توج بتقديم خلاصات المشاورات الوطنية بخصوص الميثاق العالمي للهجرة الذي من المنتظر أن تصادق عليه دول العالم في مؤتمر دولي خلال شهر شتنبر 2018. ملاحظون فرنسيون تابعوا عن كثب مجريات محاكمة المتهمين في قضية أحداث كديميزيك، قدموا اليوم في باريس خلاصات عملهم. كل ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان احترمت بالكامل. نتائج التقرير مع أمين سليماني. حضروا كل أطوار محاكمة المتورطين في أحداث كديميزيك بصفتهم ملاحظين ينتمون لجمعية الدفاع عن الحرية الأساسية بفرنسا، واليوم يقدمون تقريرهم عن ظروف ومجريات تلك المحاكمة. المغرب a montré qu'il était capable de mener ce procès malgré. المغرب أثبت أنه قادر على إجراء تلك المحاكمة رغم محاولة جعلها سياسية، وهي في الحقيقة جريمة إرهابية جاءت لتضليل وتحويل مطالب اجتماعية إلى أفعال إجرامية. المغرب أوضح بذلك أنه دولة الحق وقادر على إجراء محاكمة عادلة أبرزت الحقيقة. d'organiser un procès équitable et qui a eu l'immense avantage de faire jaillir la vérité. Il est important de souligner que la juridiction إنه مهم أن نذكر أن محكمة الاستئناف بسلا التزمت بقوة باحترام المعايير المعمول بها عالميا في تلك المحاكمة، حيث أن جميع ضمانات المحاكمة العادلة تم توفيرها واحترامها. mesure où toutes les garanties attachées à la défense ont été respectées. قضاة محامون وصحفيون بتكوينهم القانوني والحقوقي وتجربتهم الكبرى، جميعهم أكدوا أن هيئة المحكمة بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة رغم محاولة التشويش والتأثير التي قامت بها بعض الأطراف. المحكمة كانت أمام أحداث مروعة وتمكنت من تسيير أطوار المحاكمة بإتقان كبير، ولمن يقول غير ذلك فلينظر إلى المس الحقيقي بحقوق الإنسان والحريات الذي يقع فعلا في مناطق عديدة من العالم، ونحن لا يجب أن نعير أي اهتمام لهؤلاء لأننا مقتنعون بعدالة تلك المحاكمة. هناك درس مفيد يجب استيعابه، فالانفصال الذي يتم دعمه من طرف الجزائر يمكن اعتباره فعلا إجراميا في حق شعوب المغرب العربي، لأن الانفصال يهدد استقرارها. هذا أمر هام يجب الإشارة إليه. تقرير الملاحظين أوضح أيضا أن محاكمة كديميزيك أديرت بشجاعة وحسم واستقلالية ووفق المعايير الدولية. تساقطات مطرية شهدتها مناطق مختلفة من المملكة، أعلاها 57 ملم سجلت بشفشاون، 38 ملم بتطوان، 30 بالعرائش، تازة 16 ملم، طنجة 15 ملم، مكنة 7 ملمترات، ملمتران بالحسيمة، وأقل من ملم سجل بوجدة. وينضم إلينا اللحظة ياسر العمراني في فقرة الاقتصادية. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا، مساء الخير مشاهدينا الكرام. استعدادا للموسم الفلاحي، انطلقت عملية توزيع البذور المختارة بجهة مراكش آسفي، وذلك من خلال توفير 50 نقطة بيع لهذه البذور، والتي من المنتظر أن تصل مبيعاتها لأزيد من 100,000 قنطار. تفاصيل أكثر مع أحمد العلوي وعمر جليدي. إلى مراكز توزيع البذور المختارة بجهة مراكش آسفي يتوجه فلاح المنطقة من أجل اقتناء احتياجاتهم، منها استعدادا للموسم الفلاحي، حيث تم وضع أصناف متعددة من هذه البذور رهن إشاراتهم. تديو الزريعة وتديو لانكري وتنداوي وتتعدي 90-80% تتعدي لها وتنتصلى الحمد لله الشتاء إن شاء الله. هذه زريعة نقية ومزيانة ومزردة، كتعطي لك إنتاج عالي، تعطي لك الظروف كل شيء. دابا حنا دروك ملي جينا ليها كنديوها في وقت مبكر، خير ما تعود الشتا وعود الزحام وعود كل شيء وتعود تسنى تجي تلقى تبقى شاد النوبة تلحق النوبة كيعود بنادم كاع نوضو الفلاحة، ولا كرمنا بواحد الشبعة ديال الماء. إجراءات هامة اتخذت من أجل توفير حاجيات المنطقة من هذه البذور وتسويقها، فضلا عن دعم وإرشاد الفلاحين من أجل عقلنة استعمالها.
هذه السنة قامت الدولة بإجراءات مهمة من أجل دعم ثمن بيع البذور للفلاحين، حيث وصل الدعم، تراوح الدعم ما بين 170 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الطري، وصل 310 دراهم للقنطار بالنسبة للشعير. هو مجهود مهم من أجل تمكين الفلاحين من اقتناء البذور المختارة بثمن مناسب ويكون في مكان قريب من مكان التواجد ديالهم. 4300 هكتار هي المساحة التي خصصت لتكثير البذور برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 بجهة مراكش أسفي. عملية التكثير هذه تتم تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتكون مطابقة للمعايير الصحية المعمول بها في هذا المجال. دائما بجهة مراكش أسفي قام وفد يمثل أعضاء غرفة الصناعة والتجارة بإمارة أبو ظبي بزيارة للجهة، وذلك بهدف تنمية مستوى الاستثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة. أمين علام وعثمان تازي. هي ثالث محطة ضمن جولة الوفد الإماراتي رفيع المستوى الذي يتكون من رجال أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة ببلادنا. جهة مراكش آسفي الغنية بمؤهلاتها الطبيعية الثقافية والسياحية والصناعية تشكل قطبا مهما لجذب الاستثمارات الخارجية. اللقاء مناسبة لتعريف الوفد الإماراتي بهذه الفرص واستعراض التحفيزات التي تقدمها الدولة المغربية للنهوض بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة. كانت مناسبة للوقوف على أهمية الجهة وتنوع مؤهلاتها الثقافية والسياحية، وأيضا للرفع من المبادلات التجارية بين الجانب المغربي والإماراتي، وكانت مناسبة أيضا لتقديم بنك معطيات حول المشاريع الاستثمارية خاصة من هذا الاستثمار السياحي، وخاصة أننا اليوم كنتواجدوا بوجهة سياحية رائدة عالميا ورائدة أيضا على المستوى الوطني. إذا في هذا الإطار هناك عناية خاصة تم إيلاؤها في إطار حكامة محلية هادفة تهدف إلى يعني تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة. الوفد الإماراتي أعرب في هذا اللقاء عن طموح رجال الأعمال للرفع من مستوى الاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي لا يتجاوز رقم معاملتها 1.4 مليار درهم إماراتي، رقم لا يرقى، إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. التقينا مع جميع الوكالات المختصة في الفلاحة والسياحة والاستثمار، فاليوم كان اللقاء جيد لأن مدينة مراكش طبعا اليوم تعتبر من المدن السياحية العالمية، وهناك عدد من المستثمرين الإماراتيين الراغبين حقا في الاستثمار في مجال السياحة في مدينة مراكش الجميلة. هناك عدة مجالات كالقطاع الصناعة الغذائية، كالقطاع ديال السياحة، كالقطاع ديال الطاقات المتجددة، وكالقطاع ديال لا غروند ديستريبيسيون. الاجتماع تميز بتقديم بنك معطيات للمشاريع الاستثمارية على مستوى جهة مراكش أسفي يمكن أن يكون قاعدة للتفاوض من أجل عقد شراكات واتفاقيات استثمارية يتم تجسيدها على أرض الواقع خدمة للمصالح المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية. أما الآن فنتابع نسب بورصة الدار البيضاء المحققة خلال تداولات هذا اليوم إلى جانب المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود لرضا لإتمام الرئيسية. شكرا ياسر.
نواصل من القصر الكبير، حيث زيارة ميدانية قام بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لعدد من المؤسسات التعليمية. والمحطة الأولى ملحقة الكلية المتعددة التخصصات التي افتتحت رسميا يوم أمس. سيام بخليفي وسعيد نجح. ملحقة جديدة تابعة للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تفتح أبوابها في وجه الطلبة بمدينة القصر الكبير بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي تفقد خلال هذه الزيارة المرافق والتجهيزات التي تضمها هذه المؤسسة التعليمية الجديدة. كان واحد عدد كبير ديال الطلبه من القصر الكبير مسجلين في العريش، وكانوا كيتنقلوا كل نهار بعده وسائل، فقررنا لهم الدراسه باش يكونوا هنا باش يخفوا عليهم التعب ديال السفر. هذا الافتتاح من اجل الطلبه ديال الحقوق السنه الاولى، حوالي 900 طالب اللي غادي تبدا الدراسه تما، وهذا الشيء كيدخل في التوجهات ديال صاحب الجلاله ديال تقريب الاداره من المواطن من جهه، ومن إدماج الشباب في التعليم وفي التكوين من أجل المستقبل إن شاء الله. وبالنظر للتزايد المستمر لعدد الطلبة وبهدف تسهيل عملية التحصيل العلمي، تم في خضم هذه الزيارة الميدانية تفقد البقعة الأرضية التي تمتد على مساحة 8 هكتارات، والتي ستشهد إنشاء كلية متعددة التخصصات خلال السنوات القليلة القادمة بهدف خلق فضاء تعليمي متكامل يشمل جميع التخصصات. طبعا مستقبلا سنة على سنة سيزداد العدد الطلبة، أن يكون مع بشراكة مع الوزارة خلق مؤسسة مستقلة، مؤسسة كلية متعددة التخصصات، وستكون مبنية على هذه الأرض التي هي وراءنا. هذه الزيارة الميدانية شملت كذلك 3 مؤسسات تعليمية بمدينة القصر الكبير للوقوف على أجواء التمدرس وحجم الأشغال التي تم إنجازها قبيل انطلاق الموسم الدراسي الحالي. الخبر الدولي، محطته الأولى من أفغانستان، حيث قتل 50 جنديا على الأقل في هجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية بولاية قندهار جنوب البلاد بواسطة عربة عسكرية مفخخة. ويواجه المحققون صعوبات، حيث لم يتبقى شيء من القاعدة العسكرية التي أحرقت بالكامل. هجوم هو الثالث على قوات الأمن الأفغانية في غضون 48 ساعة بعد هجومين الثلاثاء أوقع أكثر من 80 قتيلا. رحبت حكومة إقليم كردستان العراق بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار لحل الخلافات بين أربيل وبغداد، ودعت المجتمع الدولي لدعم حوار بناء ينهي القضايا العالقة ومنها المناطق المتنازعة عليها. في الأثناء تحدثت تقارير إخبارية عن فرار نحو 100,000 كردي من كركوك خشية وقوع اضطرابات بعد سيطرة القوات العراقية على المنطقة. عاد التوتر ليخيم على العلاقة بين المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في ظل تبادل الجانبين للاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما. وأظهرت أول بوادر الانشقاق بين الحليفين في غشت الماضي، حين تبادل الاتهامات بالخيانة قبل أن يقتل ضابط في القوات الموالية لصالح ومسلحان من المتمردين في اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين في صنعاء. انطلقت اليوم في بروكسل أشغل قمة الاتحاد الأوروبي، وفي جدول أعمالها ملفات عديدة يتقدمها الملف النووي الكوري الشمالي ومفاوضات بريكسيت. خالد الأحمدي. العمل على تسريع مفاوضات بريكسيت وبحث فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من الملفات الأساسية والشائكة التي يبحثها اليوم وغدا قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. فالاتحاد الأوروبي يرى أنه من الصعب بحث مستقبل العلاقات مع بريطانيا في القمة الحالية قبل تحقيق تقدم بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. فخمس جولات من المفاوضات بين الجانبين لم تسفر لحد الآن عن أي نتائج ملموسة. رغم ذلك، رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تبدي تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. لقد وضعت قبل بضعة أسابيع في فلورنسا جدول أعمال ورؤية جريئة وطموحة لشراكتنا المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيستمر التعاون بشأن القضايا الرئيسية والتعامل مع التحديات المشتركة التي نواجهها.
الملف النووي الكوري بدوره يستأثر باهتمام قادة الاتحاد الأوروبي، فمن غير المستبعد أن يفرض القادة الأوروبيون عقوبات على بيونغ يونغ التي أجرت مؤخرا تجربة نووية تتعدى أخطارها برأي الاتحاد شبه الجزيرة الكورية. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي جيش كوريا الشمالية على القائمة السوداء، ويطالب القادة الأوروبيون كوريا الشمالية بالتخلي الكامل وغير المشروط عن أسلحتها النووية والباليستية. إلى ليبيا، حيث تم أمس إنقاذ 90 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ مدينة صبراتة غرب البلاد، كانوا على متن قارب مطاطي. وضمن المهاجرين 11 امرأة و23 طفلا ينتمون إلى جنسيات مختلفة طلبوا الإغاثة، وهم على بعد 50 ميلا من الساحل. أزمة الروهينجا متواصلة، والأصوات الدولية تتعالى لوضع حد لمعاناتهم. مسؤولا أمميا أعلن أن الحكومة البرمية لم تحمي الروهينجا من التعرض لفظائع، وطالب بالتحقيق في جرائم إبادة تعرضت لها الأقلية المسلمة. مريم العفير. من بورما إلى بنغلاديش فر أكثر من 580 ألفا من الروهينجا، هذه الأقلية المسلمة التي فشلت الحكومة البرمية في حمايتها من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحسب مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة. واتجاه ما يحدث لهذه الأقلية في ميانمار، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده الشديد. الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن العالم لا يمكن أن يقف ساكنا ويشاهد الفظائع التي يتم الإبلاغ عنها في المنطقة. نحن نحمل قيادة جيش ميانمار مسؤولية ما يحدث. من جهتي، عبر الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استيائه من الأوضاع المزرية التي يعيشها الآلاف من لاجئي الروهينجا. نشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في بنغلاديش لألاف القادمين الجدد. ندعو سلطات البلاد للاعتراف بكل الفارين من العنف والظروف الصعبة. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن الوقت حان لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي ذات السياق، طلب أكثر من 40 نائبا أمريكيا في الكونغرس بفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما والراغبين في العودة، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الحملة ضد الروهينجا. الخبر الوطني نواصله من الدار البيضاء، حيث إصدار جديد تم تقديمه عنوانه المغرب والثقافة والفن والذاكرة، كتاب يختزل مسار الكاتب والطبيب والمصور الراحل محمد سجي الماسي. مشعب عماري ومحمد شيكير. حفل تكريم المرحوم الدكتور محمد سجي الماسي جاء على خلفية صدور كتاب جديد عن مؤلف يحمل عنوان المغرب ثقافة فن وذاكرة، والذي يشمل مختلف مظاهر الحياة. المناسبة عرفت حضور فعاليات من مختلف مشارب المجتمع أجمعت على دور الرحل في تأسيس بعد موسوعي في الثقافة المغربية. En tout cas, c'est un homme qui fait l'honneur du Maroc, qui a fait l'honneur du Maroc, qui a laissé une œuvre immense. بصفة عامة، هو رجل شرف المغرب وترك مؤلفات غنية ومختلفة ومتنوعة. كان طبيبا فدا ومحبا للتاريخ، وكان كاتبا كبيرا. كانت نظرته الخاصة بالفن والصناعة التقليدية والصورة والمعمار، ساهم بشكل فعال ومهم في حماية التراث وكذلك في تطوره. Nous a permis à la fois de protéger notre patrimoine dans tous ces domaines et aussi de les faire avancer. بعد 10 سنوات على رحيل الطبيب والكاتب والمصور الدكتور محمد سجل الماسي، لا زالت مؤلفاته مراجع متداولة بين الطلبة والباحثين من خلال بعد الصورة والتاريخ والكرونولوجيا. كان مصور فوتوغرافي قبل أن يكون مؤلفا، مما جعله يجمع ما بين البعدين، يعني التأليف والصورة، بحيث أن الجانب الذي لا يعرفه الناس أن لإنجاز كتاب واحد من هذه الكتب يجب إنجاز أكثر من 1000 صورة أحيانا، ولذلك هو ترك أيضا أرشيف من الصور ضخم جدا. 30 مؤلفا في مختلف ميادين المعرفة خلفها الراحل، لمس من خلالها مختلف مظاهر الحياة المغربية وارتباطها ببعدها العربي الإسلامي والمتوسطي. حملة طبية تنظمها مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بإقليم قلميم، والفحوصات تستفيد منها نساء 20 جماعة ترابية بالإقليم. إيمان سلاوي، حافظ محضار، وعبد الرحيم حجي.
هؤلاء النسوة بهذا المركز الصحي بالجامعة الترابية تغجشت إقليم قلميم كنا على موعد مع هذه الحملة الطبية التي ترم الكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء المتراوحة أعمارهن بين 40 سنة و 69 سنة وسرطان عنق الرحم للنساء المتراوحة أعمارهن بين 30 و 45 سنة. تحذوهن الرغبة في الخضوع للفحص، فالوقاية خير من العلاج. جينا بغينا ندوزو على هاد الامراض اللي سميتو اللي كاينين، وتنطلبوا سيدي ربي نجينا من هاد الشيء كله، وتنشكروا هاد القافله الله يجازيهم بخير والله ينصر سيدنا. ندوزو الله يرحم والديك على الوالده وندوزو على صدرنا، وديما احنا في صدد نطلبوا الناس النساء انهم يديروا الكشف المبكر ونديروا لهم التاطير باش العمليه تستمر، ماشي نجلسوا حتى يفوت الاوان. الحملة التي تضمنت فحوصات سريرية وفحوصات بالصدى وكذلك كشوفات من طرف أطباء متخصصين تمت تحت شعار جميعا معنيون بمكافحة داء السرطان. هذه الحملة غتكون أول حملة كتنطلق من الصحراء من مدينة قلميم، وإن شاء الله نطلبوا من الله بأنها تعم جميع الأقاليم الصحراوية، لأن من قبل كانوا يختصر الكشف عن سرطان الثدي. بالنسبة للإقبال الحمد لله الإقبال كثيف، لا بوبيلاسيون يعني اللي متعطشة بحال هاد المبادرات. بالنسبة حنا للتغجيش بوغ لوبجيكتيف خاصنا نوصلوا لا مواندغ، خاصنا نوصلوا تقريبا 25 بوغ ديبيستاج دو كول دو لوتيريس و 30 جو كخوا 63 بوغ ديبيستاج دو كونسير دو سان. الحملة التي ستستمر إلى غاية 20 أكتوبر والتي توزعت على 20 جماعة ترابية بإقليم قلميم، هذا وتبقى التوعية والتحسيس بأهمية التشخيص المبكر في صفوف النساء من أهم السبل للوقاية من داء سرطان الثدي وعنق الرحم. نعود إلى الرباط حيث قام وفد عن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة بزيارة لضريح محمد الخامس، ترحم خلالها على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما، والختام بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح. بالناظور تم اليوم إتلاف كمية كبيرة من المخدرات تفوق قيمتها المالية 194 مليون درهم. نتابع تصريح الآمر بالصرف بجمارك بن نصار بالناظور. تتويجا للجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، أشرفت لجنة مختلطة ممثلة من مختلف السلطات الأمنية بإقليم الناظور على عملية إتلاف كمية مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن النيابة العامة، إدارة الجمارك، الدرك الملكي، الأمن الوطني، السلطات المحلية، الوقاية المدنية ووزارة الصحة. وقد شملت هذه العملية على إتلاف أزيد من 13 طن من مخدر الشيرة، وأزيد من 300 كيلوغرام من مخدر الكيف، وأزيد من 51 كيلوغرام من الطابة، و12 كيلوغرام و512 غرام من الكوكايين، و76 غرام من الهيروين، و332 ألف و347 قرص مهلوس من نوع إكستازي. وقد قدرت القيمة الإجمالية لهذه المخدرات المتلفة بما يقارب 194 مليون و200 ألف درهم، أي ما يعادل 19 مليار و420 مليون سنتيم. وجهتنا اللحظة الجديدة حيث تتواصل فعالية معرض الفرس في نسخته العاشرة. اليوم نقترح عليكم جولة في رواق خيالة القوات المسلحة الملكية في روبورتاج يحمل توقيع قيس محسن، أمين شرقاوي وهند خليفة. بين الماضي المليء بالأمجاد والحاضر المشرق، القوات المسلحة الملكية حاضرة بمعرض الفرس بالجديدة من خلال رواق يحكي مختلف المحطات التي مر منها تاريخنا العسكري. هي نافذة يطل من خلالها الزوار على تاريخ المعدات التي استعملت في العديد من المهام، اهتمام بالفرس والخيالة والدور الذي لعبته في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وكذلك الدور الحاسم التي كان لهذه الخيالة في تحرير بعض الطغور المغربية التي كانت محتلة، ومن أهمها ثغر أو مدينة البريجة مازاغون
التي كانت محتلة لمدة 3 قرون من طرف البرتغاليين، واستطاع السلطان سليم بن عبد الله أن يحرر المدينة سنة 1769. كما أن هذا المعرض يبرز أيضا اهتمام السلطان بالعلم والعلماء، ويبرز أيضا انفتاح السلطان على العالم الخارجي تجاريا ودبلوماسيا. مهام متعددة تلك التي تطلع بها فرقة الخيال التابعة للقوات المسلحة الملكية، ونظرة شاملة على تاريخ تأسيسها والعلاقة التي جمعت على الدوام الفارس بالفرس. ارتئينا باش نعطيو نسلطوا الضوء على المدرسة الملكية للخيالة باعتبارها مهد للفروسية العسكرية. كان بينوا فيه الزائر التطور اللي عرفته المدرسة الملكية للخيالة منذ تأسيس القوات المسلحة الملكية في 14 مايو 1956. هو رواق يعرض مجدا تليد، ويستقطب الزوار المتعطشين للنهل من مواضيع ترتبط في شموليتها بالمكانة التي يحظى بها الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية. عجبني بزاف الرواق اللي كاين في هنا بهذا المعرض، خاصة الرواق المتخصص بالقوات المسلحة الملكية، شرحوا لنا بزاف ديال الأشياء اللي ما كناش عارفينهم. جيت مع عدة أصدقاء، ولكن كان عندي اللي باغي نعرف مزيان وهي ليلفاج سميتو ميليتار. بغيت نعرف ليلفاج ميليتار كيفاش كيخدموا وكيفاش الرياضة ديالهم. شرحوا لنا بزاف ديال الحاجات اللي كنا غافلين عليها، وكنتمنى نعاود نكرر هذه الزيارة. مشاركة متعددة ومتنوعة لخيالة القوات المسلحة الملكية لا تقتصر فقط على الرواق، بل تتجاوزه من خلال مشاركتها في مسابقات القفز على الحواجز والمباريات الرياضية، وكذلك في العروض الفنية. في كرة القدم، تأهل فريق رجاء البيضاوي إلى دور النصف نهائي كأس العرش بعد تفوقه على مضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدفين للا شيء، ليضرب موعدا في دور النصف مع فريق الجيش الملكي. قائمة بلعوشي. فريق الرجاء يتأهل نصف النهائي على حساب فريق أطلس خنيفرة الذي انهزم ذهابا وإيابا بالدار البيضاء 5 أهداف مقابل 1. وفي هذه المباراة اللاعب محسن ياجور يتمكن من توقيع الهدف الأول لصالح فريق الرجاء البيضاوي في حدود الدقيقة 3. بعد ذلك جاء رد فعل فريق أطلس خنيفرة الذي بحث عن هدف التعادل، وهنا كانت محاولة بوسط اللاعب المساوي الذي كان قريبا من تسجيل هدف التعادل، وينتهي الشوط الأول بفوز فريق الرجاء بهدف مقابل لا شيء. في الجولة الثانية استمر ضغط فريق شباب أطلس خنيفرة الذي كان أكثر استحواذا على الكرة واندفاعا. هنا هجوم لصالح الفريق المحلي تبرعه باللاعب القعدوي وسوء تفاهم بين اللاعبين الغزواني ومرشات، وتضيع بذلك فرصة لتحقيق التكافؤ. في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي من نهاية المقابلة، فريق الرجاء البيضاوي سيفاجئ خط دفاع فريق أطلس خنيفرة. تمريرة في اتجاه اللاعب أيوب جولان القادم من فريق الأمل يتمكن من توقيع الهدف الثاني في المباراة وهزم المرة الثانية حارس مرمى فريق أطلس خنيفرة مصطفى العيادي. النتيجة هدفان مقابل لا شيء لصالح فريق الرجاء البيضاوي الذي يتأهل بذلك إلى نصف النهاية لمنافسات كأس العرش في كرة القدم. ختاما، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى السادة القضاة ونظار الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال الشهر صفر ستكون غدا الجمعة، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم رؤيته بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة. تابعنا وإياكم في هذه النشرة. في مونتي فيديو، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى تشارك في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية، وتحضر سموها مأدبة عشاء أقامها رئيس الأوروغواي. بمجلس الحكومة إشادة بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، والمجلس يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. بلاغ وزارة الداخلية يفيد أن الخبرة العلمية المنجزة على المواد المشبوهة المحجوزة لدى الخلية المشتبه بكونها إرهابية بفاس تؤكد أنها تدخل في صناعة المتفجرات.
والاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الموسم الفلاحي ومقاييس الأمطار فاقت 50 مليمترا بشمال المملكة. لكم من طاقم النشرة ومني أطيب المنى.